منافس نادي الزمالك. واهم حاجه انت لما بتجيب 3 نقاط زي ما اتفقنا تعمل ضغوط عليك. مش ضغوطه بس، احنا متعودين على دي دايما. دايما نجري ورا بعض. لما احنا اللي بنجي، لما احنا اللي بنركب في لغه الكوره ما بننزلش. صحيح. لكن لما بتدبدب ورا الزمالك دايما بيفقد نقاط كتير، دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده انا بقول لك ان الماتشين الماتش ده والماتش اللي جاي في خطوره على النادي الاهلي، انا قلت علشان حته الفاينل. لو ربنا ان شاء الله يكملها في المقصه وبعدين نروح نلعب الفاينل ربنا يكرمنا فيه، ساعتها هنفضى بقى للدوري بكل معاني، دي حقيقه يعني. عشان كده انا سعيد جدا النهارده بمكسبنا. الجهد ما كانش قوي جدا ودي اسعدتني برضو يعني، كمل جري حتى ان احنا قلنا الشوط الاولاني النادي الاهلي ما كانش كويس. لا بس الشوط الثاني زاد المعدل بدري. ما هو انت يا كابتن خلي بالك لما تاخر عليك الجون لازم تدوس شويه وتعدي وتعلي المعدل البدني بتاعك. النهارده عجبني موسيماني في التغيير اللي هو الاولاني، اللي هو شال سيرد باك ياسر ابراهيم ولعب حمدي فتحي سيرد باك ونص ملعب. هنتكلم فيها في النقاط الفنيه ان شاء الله. لكن النهارده 3 نقاط طبعا مهمين جدا. افتكر ان انت خلاص فاضل لك 5 مباريات بينك وبين الزمالك يعني، وانت عندك 48 بونت و15 يعني انت هتزيد عن نادي الزمالك ببونتين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. ودي حاجه مهمه جدا. وان شاء الله يعني بطوله افريقيا نصمم عليه باذن الله ربنا ان شاء الله. كابتن بلال الف